يعني انا ما اخترعت المنظار من يد جديد، انا طورت المنظار. نعم. حطيت فيه ميزه، ميزتين اضافيتين، الاولى انه ينظف العدسه تلقائيا. يا سلام عليك. والميزه الثانيه انه في مؤشر افتراضي، هو كان ليزر في البدايه بعدين غيرته سويته افتراضي عشان نقدر نتحكم فيه بتطبيق في الجوال، سوينا موبايل اب بحيث ان الجراحين حتى لو هو مو بالعمليه نفسها، مو مشارك بالعمليه، عن بعد يقدر يتحكم بالمؤشر ويقول حق الجراحين شو يسوون بالضبط. اوكي، يعني المؤشر الرقمي موجود داخل المنظار. داخل المنظار، اي نعم. ما شاء الله. الشيء الجميل انه قبل كان ممكن اذا الجراح او الطبيب يعني قام بعمليه المنظار هذه اللي موجوده، ساعات يكون هناك في شيء يغطي العدسه ما يعرف. ابتكارك هو ازال هذه المشكله. اي بالضبط، قبل عشان ينظفون العدسه يضطرون ان يوقفون العمليه ويسحبون المنظار وينظفونه مانيوال. نعم. توتال ياخذ في العمليه الواحده تقريبا من 8 دقائق ل 15 دقيقه. نعم. كافرج احيانا يوصل ترى لساعه في العمليه الواحده. نعم. عمليه التنظيف تطول وتكرارها. نعم. الوقت الضايع هذا ياثر على صحه المريض، وايضا الرؤيه غير الواضحه تخلي الجراح يكمل بالعمليه يقول انا ما ابي اوقفها الحين. نعم. حتى لو مو شايف عدل بس ما يبي يوقفها عشان ينظف العدسه. نعم. فهذا ياثر على رؤيته وعلى سلامه المريض بالنهايه. بالنسبة. احنا الغينا كل هذا من خلال تنظيف العدسه تلقائيا، راح نوفر تقريبا في المتوسط ربع ساعه، هذه الربع ساعه توفيرها من الناحيه الاقتصاديه على مستوى العالم كله، على انا كلمة كل مستشفيات العالم. نعم. راح نقدر نوفر باذن الله 7 مليار دولار تهدر في الوقت الضايع اللي يستغل في تنظيف العدسه. كل العمليات الطبيه اللي في مستشفيات العالم كلها اختراعك راح يستفيدون منه ان شاء الله باذن الله. يعني هذا اللي نطمح له ان شاء الله. الحين في نقاشات مع جامعه اوكسفورد، احتمال يصير تبني لهذا المشروع، بس طبعا للحين احنا في يمكن 3 لقاءات انا سويت معهم هني بالكويت، وان شاء الله الرابع راح يكون في اوكسفورد هناك في لندن. ها دكتور، يعني هذا الخبر حصري لنا في ليالي الكويت. اينا. يمكن اول مره نسمعه، واليوم انت قلت لنا في ليالي الكويت، فهذا خبر حصري مشاهدينا.